الشعب ما يلزمش ياكل ياغورت. وحشاك وحشا قدرك وحشا قدر المستمعين. قال لك جوع كلبك يتبعك. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في 2019 تتذكروا آنذاك تصريحات سياسية وسياسوية أن البلاد ما بقاوش فيها دراهم وممكن الشهر الجاي ما تخلصوش، وجوع كلبك باش يتبعك. احتياط الصرف كان 27 كان 42 مليار تقريبا هذاك ما يكفيش، وكل الناس تتنبأ في الداخل وفي الخارج لأنها منطلقين من مبدأ أن الجزائر استوردت في وقت ما 60 مليار دولار، قال عندهم 40 وما يحتاجوا 60، إذن يمشوا للمديونية. ما نمشيش للمديونية. لأننا نعرف قيمة المديونية، نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر. أنا شخصيا أعوذ بالله من قولة أنا ما نحبش تكون فيه جزائري عايش لاباس به والجزائري محروم، والمحروم يكره الجزائري اللي عنده ويكره بلاده، وتزيد هذه الكراهية تزيد توصل من جيل لجيل. وناس متربصين به، سفارات وغير سفارات يصطادوا في المياه العاكرة هذه. شوف واحد غضبان يرضيوه بشي اللي كان باش يولي معاهم، يولي خبارجي، يولي يكسر بلاده. إذا نخلي الشباب تاعنا فرحان بالأمجاد نتاعو، فرحان بالشهداء نتاعو، فرحان بالوطن نتاعو، ولكن سد الحاجيات نتاعو بسميك أقل شيء ممكن. وهذاك علاش مبدئيا شخصيا مبدئيا وكان دائما المبدأ نتاعي منذ بديت منذ التخرج نتاعي بأدنى مسؤولية، عمري ولا تخليت على مناطق الضل ولا تخليت على البناية التصديرية تخوفا من هذا الشيء. مثل ما قلتها اليوم في 2014-2015 كنا في العاصمة هنا قضينا على ما يقارب 54 ألف عائلة رحلت إلى منازل محترمة. كانت فيه إجراءات مالية اللي تخلي التسديد يكون قبل ما يبعثوا لك السلعة. لما بعتش ما يبعث لكش الكونتينر، لما سددتش ما يبعث لكش الكونتينر تاعك. وين وصلنا؟ حتى سنة 2021 جونا دي كونتينر فيهم الحجر، جونا دي كونتينر حشاكم حشا قدركم فيها مزابل دي بوبيل تاع لي زوردير ميناجير وخالصين. قال خلصت، واش ندير؟ خلي البابور يدخل. إذن نعطيكم بعض المعطيات حتى تكون مقياس بالنسبة لكم. يعني صح الكمال لله، ومازال المشوار بعيد بزاف، ولكن الخطوات الأولى الحمد لله جابت نتيجة.